هلو، السلام عليكم أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم راح نسلط الضوء على موضوع جدا مهم، هو كيف نستخلص المركبات الفعالة من مصادر مختلفة. ما هي الطرق؟ ما هي الطرق المناسبة إن أبدأ بيها كباحث مبتدئ، سواء كان ماجستير أو باحث في بداية طريقه العلمي؟ نبدأ انه نفكر باول سؤال على ذهننا، انه ابحث عن اي مركب فعال في هذا المصدر، سواء مصدر نباتي او حيواني او ميكروبي. يجب ان نفكر بما ما هو المركب اللي راح نبحث عنه. هذا علامة استفهام كبيرة تكون عندنا في ذهننا قبل لا نبدأ بعمليات الاستخلاص، قبل ما نفكر باي موضوع آخر. إنه يجب أن نفكر بأنه ما هي أو ما هو المركب اللي إحنا جاي نبحث عنه. هذا السؤال راح يسحبنا إلى موضوع آخر، ألا وهو نوع السولفنات اللي رحنا نستخدمها، وهذا أيضا يرتبط بما هو أو ما هي طبيعة هذا المركب اللي إحنا نبحث عنه، أو طيف من المركبات اللي نبحث عنها. شيء أكيد راح نركز الآن على مراجعة المصادر أو المراجعة الأدبية للموضوع اللي نبحث عنه. على سبيل المثال، إذا كان عندنا مستخلص لكف مريم، نبات كف مريم، أو للعائلة الخيمية، أو لنبات معين، هنا يجب أن نبحث عن ما هي الطرق المناسبة للاستخلاص من خلال المراجعات الأدبية أو مراجعة مصادرنا. نبحث ونحدد ما هو السولفنت المناسب للاستخلاص، مركب اللي نبحث عنه أو المركب الفعال اللي نبحث عنه. إذن في البداية راح نبدأ نبحث عن مركب فعال كسيرج والإكستراكشن. ما كانت هذه طريقة مناسبة، أكو طريقة أخرى أنا اتبعتها، إنه بالأغلب الأعم أغلب الباحثين اللي يشتغلون على المركبات الفعالة يستعانون بجهاز جي سي ماس لتشخيص مركباتهم، وبالتالي عندما نريد أن نبحث عن مركب فعال معين يجب أن نضع في خانة البحث جي سي ماس والمصدر النباتي اللي إحنا نبحث عن مركبات الفعالة. بهاي الحالة راح تجد العديد من البحوث تسلط الضوء على في طرق العمل على كيفية الاستخلاص وتحضير العينة للجي سي ماس. أنا هنا راح تعطيني هذه البحوث فكرة عن السولفنات أو المذيبات المناسبة لاستخلاص مركبي الفعال من خلال هذه الطريقة. أغلب البحوث اللي يستخدمون الجي سي ماس راح يفصلون عملية الاستخلاص بالتفصيل الدقيق، كيفية أخذ كمية واستخلاصها. على سبيل المثال، إذا أجينا إلى استخلاص مركب فعال من نبات الشح، نبدأ على سبيل المثال اختيار مذيب معين أثيل أسيتيت، وبعد ذلك نختار الكمية المناسبة، سواء كان 1:5، 1 وزن من العينة إلى 5 سولفنت، أو 1:10. معناه أنه إذا أخذت 100 جرام أذوب أو أستخلص ب 1 لتر، لترة واحدة من السولفنت، وبعد ذلك اجرى عمليه الميكس الخلط، سواء كان بالماجنتيك سيرر اخلط السولفنت مع المسحوق النبات المجفف المطحون بكميه مناسبه واترك اوفر نايت عمليه ميكس خلط. بعد ذلك نجري عمليه الطرد المركزي، وبعدها نجري عمليه نهمل الراسب وناخذ الراشح، بعد ذلك نجري عمليه فلترة البسيطة، سواء كان عندنا في قطعة قماش احنا نسميها ململ ابيض تخلص من بعض الشوائب، وبعدها ننتقل الى موضوع اخر هو ورق ترشيح سريع نمبر 1 على سبيل المثال، ايضا تخلص من بعض الرواسب. هذه المرحلة جرينا عملية ترشيح، بعد ذلك ننتقل الى مرحلة اخرى هي مرحلة التركيز العينة باستخدام الروتري فابريتر أو الموخر الدوار. راح يصير عندنا عينة كلش قليلة، مستخلص كلش قليل، بعد ذلك أنتقل عدي
خطين، خط اروح الفريز دراير اجفد، او اروح الى الاوفن فاكيوم او الاوفن او الفرن المفرغ من الهواء بدرجات حراره مناسبه بخر المذيب، راح احصل على مسحوق من المركبات الفعاله. هذه اقدر استخدمها سواء في التشخيص او بتطبيقاتنا، سواء كان نانويه او تطبيقات تستخدم كانتي اوكسيدنت انتي بكتيريال او اي طريقه او اي عمليه بيولوجيه انت تستفاد من عندها. اذا احنا نبدا كفكره، يجب ان نركز عن ما هي المركبات اللي نبحث عنها. اذا كانت مركبات قطبيه فاذهب الى الميثانول، الماء، الايثانول. اذا كانت عندي افكر اذا من خلال مراجعتي للمصادر ومن خلال مراجعتي الادبيه على هذا المركب هو غير قطبي نمبولر، اذا افكر بالهكسان كلوروفورم بتروليوم ايثر، هذه المركبات دائئه الايثر الى اخره، هذه المركبات اللي هي تكون غير قطبيه اقدر استخلص من عندها المركب الفعال الغير قطبي. اذا نقطه رئيسيه قبل لا تبدون باي تفكرون بانه ما هو نوع مركبي، ما هو المذيب المناسب للاستخلاص قبل لا ابدا واسوي تجارب. اوكي ما عندي اي فكره عنه، اذا هنا انا راح استخدم طرق انه استخدم اكثر من مذيب واجري عليه عمليه كشف، يعني المذيبات اللي استخلصت بيها او السولفنات اللي استخلصت بيها راح اجمعها واقول هذا مثلا سولفنت قطبي غير قطبي قليل القطبيه كبير متوسط القطبيه، اجمعهم وكل على كل حده واروح الى جهاز الجي سي ماس، اذهب الى الجي سي ماس واشخص مركباتي بالجي سي ماس، وين ما اشوف مركبي الموجود بكميه اعلى اركز على هذا المذيب واعتبره هو الجايد مالتي بالطرق اللاحقه في البحث او بالاطروحه. اذا النقطه المهمه والاساسيه هو يجب ان تتوفر لدي معلومات عن المركبات اللي اريد استخلصها، كانت الكولويد، توربينويدز، فينولز، بروتين على سبيل المثال، يعني فيتامينز الى اخره من المركبات البيولوجيه الفعاله، يجب ان اعرفها وين ذائبه هذه من طبيعتها، لازم اقرا عنها، اجمع عنها مصادر كاكثر من 10 مصادر وابدا اختار المصدر المناسب لي. وطريقة الأخرى اللي هو إذا أنا ما عندي رحت أستخدم مجموعة من السولفينات وأشخصها بجي سي ماس أشوف مركبي وين موجود. تحياتي دكتور ضيال الفكيكي.